بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم عن مجموعة فاغنر العسكرية، وبعد هذا التمرد على القوات الروسية وعلى الجيش الروسي. مجموعة فاغنر هي مجموعة عسكرية، هي باختصار مجموعة من المرتزقة، وهي شركة تقوم بتنفيذ مهام عسكرية باعتبارها هي شركة مقاولات حربية. هذه الشركة حاربت وشاركت في الحرب السورية، وكانت إلى جانب النظام السوري، ويعلم الله كم قتلت من السوريين. أيضا قائدها شارك في الحرب الشيشانية، وأيضا استخدمتها روسيا في كثير من النزاعات، ويقال بأن فاغنر تمولها المخابرات الروسية. الآن يوجد خلاف بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر، طبعا هناك تفاصيل كثيرة حول هذا الخلاف، لكن باختصار إنه الذي أنشأ مجموعة فاغنر هم الروس، والذين استخدموها هم الروس، وينطبق عليهم المثل العربي الذي يقول سمن كلبك بياكلك. الآن هم سمنوا فاغنر، والآن فاغنر انقلبت عليهم. الآن فاغنر تنسحب من جبهات القتال وتذهب إلى الأراضي الروسية، وهي الآن في طريقها باتجاه موسكو. هناك تهديدات من رئيس فاغنر بأنه يريد أن يقوم بتنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع الروسي. إلى هذا الحد بلغت الجرأة فيه. وأصدق ما يقال عن هذه الفوضى التي تحدث في روسيا هي أشبه بالفوضى العالمية، والتي ينطبق عليها ما قاله الدكتور طلال أبو غزالة: إحنا الآن في عصر كل من يستطيع أن ينال شيء فهو له، يعني حارت كل من إيده إله، وهو يعني هذا مسلسل سوري، حارت كل من إيده إله، ينطبق على الوضع العالمي من حيث الفوضى العالمية تحت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، والآن هذه الفوضى تدخل في الأراضي الروسية. دعونا نستمع لما قالوا بهذا الخصوص عن الوضع العالمي الدكتور طلال أبو غزالة. العالم في مرحلة غير عادية، لأننا في عالم لا نظام ولا سلطة، المنظمات الدولية كلها مجمدة، ما طلع ولا قرار من مجلس، لأنه في القطبين الأمريكي والصيني وما في غيرهم، وما في أي اعتبارات لأي تغيير إلا من خلال هذا الصراع بين القطبين، قطب يريد أن يتمسك ويستمر في قيادة العالم، قطب يرى أنه حان الوقت لنظام جديد. الآن بين يدي تقرير لقناة الجزيرة الفضائية، وهنا هذا التقرير يصف تحركات قوات فاغنر وانتقالها من ساحات الحرب في أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية من أجل مواجهة النزاع الآن الذي نشأ بين القوات الروسية ومجموعة فاغنر. تفضلوا.
تزال الأوضاع في مقاطعات جنوب غرب روسيا مشتعلة بحدث الساعة. يتحدث الرئيس بوتين عن خيانة وطعن في الظهر، ويتوعد برد قاس على التمرد المسلح، بينما يصعد قائد فاغنر يفغيني بريفوغين ليقول إن بوتين مخطئ باتهامه بالخيانة، ويذهب أبعد من ذلك بالقول سندمر كل من يقف في وجهنا إن احتاج الأمر. ما الذي جرى إذن؟ يقول قائد فاغنر إن معسكرات تابعة له هنا في أوكرانيا تم قصفها من قبل مروحيات، ويقول إن الطعنة كانت من الخلف هنا طبعا. ويتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه وصل إلى روستوف هنا جنوبا بنفسه لإعطاء الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من قوات فاغنر بحسب وصفه. طبعا وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانات نفت كل تلك الادعاءات. تلك هي البداية، وتلاها تحرك عسكري على الأرض لقوات فاغنر من جبهات القتال في أوكرانيا باتجاه المقاطعات الروسية المحاذية لها، بالأخص مقاطعتي فورونيغ وروستوف هنا. واجهه رئيس الأركان وفقا لاتهامات أيضا قائد فاغنر بإصدار الأوامر بقصف عربات فاغنر بالمروحيات هنا أثناء طريقها وتوجهها إلى روسيا بين السيارات المدنية، حتى بحسب اتهام قائد فاغنر. لكن مقاتلي فاغنر عبروا الحدود. إذن تعالوا لنبدأ إلى صورة أقرب من روستوف على نهر الدون، هذه المدينة التي تقع على نهر الدون هنا قرب بحر آزوف، حيث يستقر حاليا قائد فاغنر وفق آخر الصور التي أظهرته هناك. يقول إنه سيطر هنا على المطار العسكري في هذه المنطقة، طبعا هي تقريبا في الشمال الغربي لروستوف، وعلى كامل المنشآت العسكرية في روستوف على الدون وفي المقاطعة. هناك أنباء عن تحركات لدبابات أيضا في المقاطعة دون تحديد هوية هذه الدبابات. الشرطة العسكرية تقول إنها أوقفت حركة المرور في المدينة، وكان هناك حديث عن إسقاط قوات فاغنر مروحيتين في هذه المناطق. قالت إنها قوات فاغنر قالت إنها أسقطت هاتين المروحيتين هنا، في ربما تكون في إحداهما على الأقل في روستوف على الدون، والأخرى لم تحدد. في المقاطعة الحدودية الأخرى تعالوا نذهب إلى فورينيك. يبدو أن فاغنر أيضا سيطرت على مرافق أساسية، أعلنت أن نحو 180 جنديا هنا في بوغايفكا في هذه المنطقة من حرس الحدود سلموا أنفسهم لها. كذلك نشرت مقطع فيديو لإسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي هنا في هذه المنطقة التي تشاهدونها. ظهرت أيضا صور لحريق لمستودع أو لمخزن نفطي هنا في هذه المنطقة، ودعت السلطات في المقاطعة المواطنين إلى تجنب الطرقات العامة بسبب الحراك العسكري. وهناك حديث عن اشتباكات في عدة مناطق هنا في هذه المناطق طبعا داخل كامل مقاطعة فورونيغ. طبعا هذه الإجراءات الأمنية لم تقتصر فقط على المقاطعات الحدودية المحاذية لأوكرانيا، بل وصلت أيضا إلى موسكو. هذا الطريق الذي تشاهدونه هنا هذا طريق M4، طبعا كما تلاحظون هو يصل ما بين موسكو فورونيغ ويصل أخيرا إلى مقاطعة روستوف. أصبح هذا الطريق عنوانا رئيسيا، تم قطعه وفق عدة تقارير من عدة مناطق، وأيضا طرق أخرى هنا قرب تولا مع موسكو وروستوف، طرق أخرى جنوب موسكو أيضا. نشرت وسائل إعلام روسية صورا لاستهداف قافلة عسكرية لفاغنر كانت تسير على هذا الطريق أيضا هنا في هذه المناطق، كانت تتجه باتجاه موسكو. لكن عمدة موسكو أيضا أعلنت تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب، بالإضافة لإيقاف جميع الفعاليات الجماهيرية. لكنه نفى عمدة موسكو أن تكون الطرق المؤدية إلى موسكو قد أغلقت جميعها. يبدو أن التصعيد سيستمر أكثر من ذلك، خاصة مع رسالة قائد فاغنر المصورة الأخيرة ووعده بإعدام وزير الدفاع في الساحة الحمراء بموسكو، وكذلك دخوله في حقيقة نوايا الحرب الروسية على أوكرانيا التي قال إنها تختلف عما هو معلن وإنها حرب لمجموعة من الأوغاد. الآن يتبادر إلى الذهن سؤال، بعد هذا التمرد
ما هي القدرات العسكرية لقوات فاغنر والتي تراهن عليها في مواجهة القوات الروسية؟ بداية، يبدو أن العلاقة بين الرئيس بوتين وقائد مجموعة فاغنر وصلت إلى طريق مسدود ولا يمكن العودة منه مرة أخرى، خاصة بعدما وصف بوتين تحركات فاغنر بأنها تمرد وخيانة، ليتم الرد عليه بتصريح منسوب لقائد فاغنر بأنه سيكون هناك رئيسا جديدا لروسيا. تهديد فاغنر هو صادر في سياق رد فعل لمؤسس قوات فاغنر، ووصف رئيس فاغنر خطاب الرئيس الروسي بوتين بأنه خطاب مخيب للآمال. هذا الوصف جاء في بيان منسوب لمجموعة فاغنر نشر على تيليجرام، وقال إن بوتين اختار الطريق الخطأ، مضيفا بصيغة التهديد وقريبا سيكون رئيسا جديدا لروسيا. الرئيس بوتين وصف في كلمة موجهة للأمة الروسية اليوم السبت ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا والتمرد المسلح الذي تقوم به قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه طعنة في الظهر واعتبره خيانة. إذن ما هي قدرات فاغنر العسكرية التي تراهن عليها؟ المحلل العسكري والروسي تيمور دويدار قال بأن تعداد قوات فاغنر يصل إلى 25,000 مقاتل، وهو ذات الرقم التي ذكرته المحللة السياسية الروسية نغم كباس. وشبه دويدار قوات فاغنر الروسية بقوات الدعم السريع في السودان التي تقاتل ضد الجيش السوداني، في إشارة إلى أنها تملك خبرات على قتال الشوارع وحرب العصابات. فاغنر شاركت لأول مرة في الصراع الأوكراني الروسي عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعد استفتاء شعبي. تنشط المجموعة في العديد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، حيث شاركت في صراعات إقليمية واستغلت الموارد ونشرت نفوذ روسيا في تلك الدول. إذن السؤال هنا، ما هي طموحات رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين؟ الخبير السياسي والعسكري الروسي أندري أونتيكوف يقول إن ما قامت به فاغنر هو بمثابة انشقاق وتمرد خطير، ولكن فرص نجاحه ليست كبيرة، لأن من يريد أن ينقلب على نظام على الحكم عليه التواجد في العاصمة وليست في مدينة روستوف التي تبعد أكثر من 1,000 كيلومتر عن موسكو. وأشار بأن الجيش الروسي سيحاول إنهاء التمرد دون توسع في نطاق المواجهات المسلحة مع فاغنر حتى لا يتحول الأمر إلى حرب أهلية. ولكن ما يلفت النظر إلى أن محاولة التمرد لم تؤثر على الأوضاع الأمنية أو السياسية، حيث أعلن القادة السياسيون في البلاد وحكام الأقاليم الروسية دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن ما يجري هو خيانة بحسب وصف بوتين، سببها طموحات قائد فاغنر في حصد ثمار نجاح قواته في أوكرانيا. كما قلت، هو سمن هذا الرجل، والآن هو يريد أن يأكل سيده كما حدث في المثل العربي، ويريد أيضا أن يكون له حساب في الحياة السياسية عبر تولي قيادة وزارة الدفاع أو
الدفاع أو أن يدفع بأحد المقربين منه في مناصب قيادية بالجيش الروسي لتقوية مصالحه السياسية في روسيا، وهو يرى أنه حان الوقت ليصبح زعيما سياسيا، ولكن كما يقول المحللون العسكريون فرص نجاحه محدودة. وكشف أيضا أحد المحللين السياسيين الروس أن مطالب تسليم وزير الدفاع وقائد الأركان لا تبدو منطقية من جانب رئيس فاغنر، ولا تتعدى كونها مناورة سياسية منه لا أكثر، لأن تعيين وزير الدفاع الروسي هو من سلطات الرئيس الروسي، وهو لن يرضخ لمطالب رئيس فاغنر. ويتفق مع هذا الرأي الخبير العسكري الروسي والضابط المتقاعد أندري فيكتوروفيتش، الذي يرى أن حظوظ فاغنر ليست كبيرة في مواجهة قوات الجيش الروسي، وأن الجيش الروسي قادر على إنهاء عملية التمرد. ماذا عن السيطرة على مقاطعة روستوف؟ سيطرت قوات فاغنر على مقاطعة روستوف تمت في وقت سابق يوم السبت، وكانت السيطرة على كل المواقع العسكرية في فورونيك على بعد 500 كيلومتر من موسكو وفقا لمصادر روسية. وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف، وقائد فاغنر يقول بأنهم موجودون في مركز القيادة للمنطقة الجنوبية، وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف. وطالب وزارة الدفاع الروسية طالبت مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش الروسي. وقالت الوزارة لمقاتلي فاغنر: تم خداعكم وجركم إلى عملية إجرامية وسنضمن سلامتكم. إذن التمرد محدود وربما وقت قصير وسيتم السيطرة عليه وإنهاء هذه الحالة. الخلاصة من هذا الأمر أن كل العمل من خلال المرتزقة، هذا الأمر ينقلب على من يديره كما انقلبت فاغنر على الرئيس الروسي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.